الرئيس السيسي يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء ويوجه بصرف التعويضات المستحقة للمستفيدين. سلالة دلتا المتحورة ترفع معدلات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة. حركة طالبان تسيطر على عواصم 6 أقاليم أفغانية مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. مرحبا بكم في نشرة أخبار السابعة صباحا بتوقيت القاهرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق، وذلك على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر القادم. وخلال اجتماع وزاري شدد الرئيس السيسي على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدين من الصندوق. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وعمل صندوق تكريم الشهداء خلال الفترة الماضية والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بتسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من القانون رقم 16 لعام 2018، وذلك خلال شهر أكتوبر 2021، فضلا عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية بشأن الأنشطة المختلفة والمبادرات التي يمكن توجيهها لصالح المستفيدين من الصندوق. وقد وجه السيد الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق وفقا لأحكام القانون رقم 16 لعام 2018، وذلك على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر من عام 2021، مشددا سيادته على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين. استقبل مطار شرم الشيخ الدولي 500 سائح روسي على متن أول طائرة قادمة بعد غياب سنوات. كما استقبل مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات الجوية لشركة مصر للطيران القادمة من العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها 300 سائح روسي، إذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ في إطار استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بدوي 2021 الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية. يأتي هذا في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة، كذلك القدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها. واصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك زايد 3، والذي يتم تنفيذه بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر فعالياته لعدة أيام.
واصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك زايد 3، والذي يتم تنفيذه بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر فعالياته لعدة أيام. ونفذت خلال الفترة الماضية عددا من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية المصرية والإماراتية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية لكلا الجانبين. كما شهد رئيس أركان القوات الجوية المصرية ورئيس هيئة الركن للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية بدولة الإمارات، والتي تضمنت قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية والقيام بأعمال المعاونة الجوية للتشكيلات البرية. وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك في مختلف الظروف. يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة. عقدت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار مؤتمرا بعنوان دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الحاضرون أن الدولة استطاعت خلال 7 سنوات تنفيذ ما يقرب من 15,000 مشروع قومي. نهضة كبرى شهدتها مصر خلال 7 سنوات ماضية، بداية من حفر قناة السويس، مرورا بالعديد من المشروعات والمبادرات الهامة، وانتهاءا بمبادرة حياة كريمة، وكان العمال شركاء أساسيين فيها، دعما للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. المشروع القومي للدولة المصرية النهاردة هو تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر لتصبح الجمهورية الجديدة بتشمل المواطن الذي يعيش ويتمتع بالحياة الكريمة الكاملة. إن دور الإعلام الوطني متواصل بقوة في تسليط الضوء على جهود وتضحيات عمال مصر في سبيل تحقيق التنمية في مختلف المجالات، ويقدم الدعم والمساندة لهم تقديرا وعرفانا بدورهم الفعال والعظيم في بناء الجمهورية الجديدة. احنا شفنا الفترة اللي فاتت يمكن كان في بدايات او ارهاصات الجمهورية الجديدة بإطلاق مشروع حياة كريمة، ثم الرئيس بيطلق ان في مشروعات صناعية هتم انشائها في مناطق جغرافية جديدة. كل الكلام ده اسلق صدورنا، خاصة وان المستفيد الاول منه العمال، وجايين كمان نقول ان احنا هنبقى داعمين لده وداعمين لما هو قادم. عمال مصر شركاء التنمية اشادوا بالدولة المصرية وقياداتها التي تسعى الى بناء الجمهورية الجديدة من خلال محورين اساسيين، هما تدشين مشروعات عملاقة والعمل بشكل سريع على تجاوز الأزمات التي تواجه المواطنين من خلال تنمية زراعية وخلق ظهير زراعي لكافة المحافظات وتخصيص نسبة من الإنفاق العام للمرافق الحيوية. مسيرة الدولة المصرية من الإنقاذ إلى الإنجاز إلى الإعجاز هي مسيرة كبيرة وممتدة، عمرها أكبر من 7 سنوات بكثير جدا. ويمكن الرئيس تكلم ده أكثر من مرة، قال اتحقق في 7 سنوات متحققش في 30 أو 40 سنة، ودي حقيقة. يكفي النهضة الاقتصادية التي حصلت في الطرق والمواصلات وفي الكباري، ثم الناحية الاقتصادية في العجز تخفيض العجز في الميزان التجاري، ثم النهضة الحقيقية التي حدثت في بناء العاصمة الإدارية وفي المساكن وفي العشوائيات. وبحسب مصادر رسمية استطاعت الدولة المصرية خلال 7 سنوات الماضية تدشين نحو 15,000 مشروع قومي بإجمالي 2207 مليارات جنيه. 7 سنوات من الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تحققت على أرض الواقع، سواء كانت صناعية أو زراعية أو تنموية، ولا تزال الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة. أشرف مبارك، النيل.
قال المتحدث القضائي في تونس محسن الدالي إن قاضيا قرر منع 12 مسؤولا من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان، منعهم من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات. وأضاف الدالي أن من بين المسؤولين مديرين عامين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات. كان الرئيس قيس سعيد قد قال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات، ويجب ألا يفلت أحد من القانون. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في دولة تونس. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولي، محملة بأطنان من المساعدات الطبية تتمثل في مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين. ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر وتونس الشقيقة، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. محليا، أعلنت وزارة الصحة خروج 71 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233,298 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 83 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ووفاة 7 حالات، وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 284,789 حالة إصابة و16,582 حالة وفاة. في الولايات المتحدة الأمريكية، رفعت سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا معدلات الإصابة بالفيروس بنسبة قدرها 35% لتبلغ 100,000 إصابة بالفيروس خلال 3 أيام فقط. رغم إعلانها بتطعيم أكثر من نصف سكان البلاد، تواجه الولايات المتحدة الأمريكية طفرة وبائية جديدة بفعل المتحور دلتا، وارتفعت الإصابات الجديدة وكذلك الوفيات مؤخرا عن المعدلات السابقة وفقا للمراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، والتي اعتبرت أن مستوى انتقال الفيروس بات مرتفعا في 85% من الأراضي الأمريكية. وأوصت المراكز الأمريكية بوضع الكمامات في الداخل بالمناطق العالية الخطورة حتى بالنسبة إلى من تلقوا اللقاح. وبالتزامن، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مذكرة وجهها إلى موظفي البنتاغون أن التطعيم ضد الفيروس سيصبح إلزاميا بحلول منتصف سبتمبر القادم لجميع عناصر القوات المسلحة الأمريكية، ويستهدف الإجراء تطعيم نحو 1,400,000 جندي يعملون في البنتاغون والحرس الوطني. وفي الوقت ذاته قال البيت الأبيض إنه ينبغي على ملايين الموظفين الفيدراليين أخذ اللقاح أو الامتثال لمجموعة من التدابير.
وقبل يومين أعلن البيت الأبيض تطعيم نحو 50% من الأمريكيين من مختلف الأعمار، ويشمل ذلك أكثر من 165 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا، إضافة إلى جرعة واحدة من لقاح جونسون أن جونسون، أي اللقاحات الثلاثة التي أجازت الولايات المتحدة استخدامها. وكان من نتيجة ذلك أيضا إعلان السلطات الكندية فتح حدودها البرية أمام السياح الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل دون متطلبات العزل. فرضت السلطات الألمانية إجراءات احترازية وقائية مع عودة التلاميذ إلى مدارسهم في العاصمة برلين بعد 6 أسابيع من الإجازة الصيفية. ومن المقرر إجراء فحوصات فيروس كورونا 3 مرات أسبوعية على مدار 3 أسابيع المقبلة، كما ارتدى التلاميذ الكمامات طوال فترة وجودهم في المدارس. هذا يشهد ألمانيا ارتفاعا جديدا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي إن الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير في الاتجاه الصحيح. في المقابل أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مدينة أيبك سادس عاصمة إقليمية بعد معارك عنيفة مع قوات الأمن الأفغانية. هؤلاء من يدفعون ثمن القتال الدائري بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان، والتي تواصل تقدمها والاستيلاء على المدن الرئيسة مع انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الحرب. طلقان عاصمة ولاية تخار المجاورة لمدينة قندز والتي يقطنها نحو 200,000 نسمة، تمكن الطالبان من بسط سيطرتها عليها، ما دفع 100 أسر إلى الفرار والبحث عن أماكن آمنة في كابول. وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة أفادت منظمة اليونيسف بمقتل 20 طفلا على الأقل وإصابة 130 آخرين في ولاية قندهار وحدها. وبات الطالبان تسيطر على 6 من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34 ولاية، ومنها قندز بعد حصار استمر لبضعة أسابيع. وتشكل السيطرة على قندز مفترق الطرق الاستراتيجي في شمال أفغانستان بين كابول وطاجكستان، تشكل أكبر نجاح عسكري لطالبان منذ بدء الهجوم الذي شنته في مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية. وقالت الشرطة الأفغانية إن الحركة تتحرك حاليا باتجاه مزار شريف المدينة التاريخية ومفترق طرق رئيسي للتجارة، وتشكل موقعا استراتيجيا للحكومة المركزية في السيطرة على شمال البلاد. وأثارت المكاسب التي تحققها طالبان اتهامات بشأن انسحاب القوات الأجنبية. ووصف وزير الدفاع البريطاني الاتفاق الذي أبرم العام الماضي بين الولايات المتحدة وطالبان بأنه اتفاق فاسد. قالت كيم يو جونغ المسؤولة الكورية الشمالية القوية وشقيقة الزعيم كيم جونغ أون، قالت إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستواجهان تهديدات أمنية نتيجة المضي قدما في تدريبات عسكرية مشتركة من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع. يأتي ذلك بينما تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية أولية اليوم، على الرغم من تحذيرات كوريا الشمالية من أن التدريبات ستمحو ما تحقق من تقدم في العلاقات بين الكوريتين. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تتحمل مع باقي دول العالم مسؤولية ضمان عدم استخدام الأسلحة النووية على الإطلاق، وذلك في الذكرى 76 لإسقاط القنبلة الذرية على مدينة ناجازاكي اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا وأحيت مدينة ناجازاكي اليابانية 2 ذكرى القصف الذري الأمريكي لها في نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي أسفر عن مقتل 70,000 شخص في المدينة وحدها وإصابة 75,000. ووقع قصف ناجازاكي في 9 أغسطس من عام 1945 بعد 3 أيام فقط من إسقاط مقاتلة أمريكية أول قنبلة ذرية في العالم على مدينة هيروشيما، ما أسفر عن مقتل حوالي 140,000 شخص. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تفعل الكثير للحفاظ على الأمن البحري ومعنية بالتعاون مع الشركاء في هذا المجال،
وأضاف بوتين خلال مؤتمر مجلس الأمن الدولي لمسألة الأمن البحري أن روسيا تشارك بنشاط في العمل على مجموعة كاملة تخص هذه القضية في كل من الأمم المتحدة وفي إطار العديد من الصيغ الإقليمية الأخرى، بما في ذلك من خلال مجموعة الاتصال المعنية بمحاربة القرصنة قبالة سواحل الصومال والمنتدى الإقليمي لرابطة جنوب شرق آسيا. تعهدت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا بمواصلة المعركة من أجل الحرية خلال تجمع حاشد نظم بعد عام من الانتخابات الرئاسية التي ترشحت فيها ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. من جانبه أكد لوكاشينكو أن الانتخابات الرئاسية الماضية اتسمت بالديمقراطية والشفافية، متهما المعارضة بتدبير محاولة للانقلاب خلال فترة الانتخابات الرئاسية وتنظيم تظاهرات وأعمال عنف لإفساد الانتخابات وإقصائه من السلطة. توقع تقرير جديد صادر عن خبراء المناخ في الأمم المتحدة أن يرتفع الاحترار العالمي بمعدل درجة ونصف مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية قرابة عام 2030، ما يهدد بحصول كوارث جديدة في العالم. ويستعرض هذا التقرير التقييمي الأول منذ 7 سنوات والذي أقره موفد 195 بلدا يستعرض 5 سيناريوهات لانبعاثات غازات دفيئة. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هذا التقرير يجب أن يعلن نهاية الفحم ومصادر الطاقة الأحفورية قبل أن تدمر كوكب الأرض. قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس إن بلاده تواجه كارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل، ففي خلال بضع أيام فقط نشب 568 حريق غابات في جميع أنحاء اليونان. كانت الأيام الماضية من أصعب الفترات التي مرت بها بلادنا منذ عقود. لقد كافحنا وما زلنا نكافح بكل قوة، ولكننا نواجه كارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل. فخلال بضع أيام فقط نشب 568 حريق غابات في جميع أنحاء اليونان. أود أن أكون أول من يقدم اعتذارا عن أي تقصير في التعامل مع أزمة الحرائق. أتفهم كاملا معاناة أولئك الذين رأوا مساكنهم وأرضهم تحرق أمام أعينهم، وأتفهم مدى الإحباط الذي انتاب من تم إجلاؤهم من مدنهم. يسابق المتطوعون في إطفاء حرائق الغابات في اليونان الزمن مع رجال مكافحة الحرائق لاحتواء انتشار ألسنة اللهب في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة منطقة إيفيا ثاني أكبر جزيرة يونانية وتقع شرقي البلاد. كلنا واحد، كلنا مكافحون للحرائق. لقد أتينا من القرية المجاورة للتطوع بالمساعدة في إطفاء الحرائق. لم يغادر أحد منا، فسنبقى هنا نكافح الحرائق حتى آخر لحظة. تعد حرائق الغابات التي انتشرت في جزيرة إيفيا منذ أسبوع واحدة من أسوأ الحرائق التي تشهدها اليونان، وزادت وطأة الحرائق مع تعرض البلاد لأسوأ موجة طقس حار خلال 30 عاما، ارتفعت معها درجات الحرارة إلى 45 درجة. يبذل أهالي القرى بأنفسهم مع رجال مكافحة الحرائق ما يمكن فعله للحفاظ على أملاكهم، فإذا تم إجلاؤهم من قراهم كما أخبرتهم سلطات الحماية المدنية فكل شيء سيتعرض للحريق. تسببت حرائق اليونان التي انتشرت عبر أكثر من 500 موقع في تدمير وتضرر مئات المنازل والمراكز التجارية، فضلا عن احتراق ما يقرب من 100,000 فدان من الغابات، مما أجبر السلطات على إخلاء عشرات القرى وإجلاء آلاف الأشخاص وإثارة حالة من الغضب العام عن تأخر تعامل الحكومة في التوصل إلى وسيلة لإخماد النار تماما. وفي المقابل تبرر السلطات موقفها بما تواجهه طائرات الإطفاء من مصاعب بسبب تصاعد أعمدة الدخان الكبيرة التي غطت المنطقة. أخبار السابعة مستمرة ونتابع فيها لاحقا.
مواطن سوري يواصل ممارسة مهنة كي الملابس لنحو 45 عاما. ونتحول لقراءة اقتصادية. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى المتابعة الدقيقة لموقف المشروعات الجاري تنفيذها في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بالمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية. وخلال الاجتماع قدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار عرضا أشار خلاله إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي وصلت إلى 96.2%. أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لملف التوسع في إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كلف بإدراج هذا الملف ضمن أولويات عمل الحكومة. كما أكد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة خطط التوسع في إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية أنه تم الاتفاق على تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير فرص عمل لأهالي الريف المصري. أثنى رئيس الوزراء على دور منظومة التحول الرقمي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. وأوضح مدبولي خلال اجتماع مع وزراء العدل والمالية والتنمية المحلية والاتصالات والتخطيط عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون. أوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف إنشاء نظام معلوماتي متكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات الجنائية القانونية بما يتيح تبادل المعلومات المطلوبة بصورة مؤمنة وإرساء مبادئ العدالة الناجزة. بحث رئيس الوزراء الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد المائية المتاحة. وخلال الاجتماع أشار وزير الإسكان إلى أن هناك أكثر من 60 شركة تقدمت بعروض للوزارة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر. من جانبه كلف رئيس الوزراء بسرعة الوصول لأفضل العروض المقدمة من قبل الشركات وذلك من النواحي المالية والفنية حتى يتسنى البدء الفوري في تنفيذ المشروعات. في أسواق النفط العالمية هبطت الأسعار بما يزيد على 2% لأدنى مستوى لها في 3 أسابيع موسعة خسائرها الحادة من الأسبوع الماضي في أعقاب ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف من أن قيودا جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في آسيا وخصوصا الصين. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة دولارا و66 سنت أو 2.4% لتسجل عند التسوية 69 دولار و4 سنتات للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي دولار و80 سنت أو 2.6% لتبلغ 66 دولار و48 سنتا للبرميل. في سوريا يمارس عبد دحني عمله في كي الملابس منذ حوالي 45 عاما ويفتخر بالأسلوب التقليدي في مهنته. على الرغم من بلوغه سن 70 ما زال عبد دحنين يمارس عمله في كي الملابس الذي بدأه منذ حوالي 45 عاما. يفتخر عبد دحنين بالأسلوب التقليدي في مهنته التي يمارسها منذ عقود، حيث يقوم بكي الملابس بأداة قديمة دون استخدام الكهرباء. صلي هلأ بهالمهنة هاي بهالصنعة بهالدكان يعني 45 سنة وما غيرتها. مرت علينا حروبات ومرت علينا طيران ومرت علينا مآسي والحمد لله أنا ما تركتها ولا أنا راي أتركها لأنه هاي شريكة حياتي هالمكوية هاي وأنا عايش من وراء الله وراها ما بغيرها حتى لو كان مهما كان. كي الملابس يبدأ بوضع فوطة مبللة على الملابس قبل أن يضغط عليه بمكواة قديمة يتم تسخينها على موقد غاز متنقل، ويؤكد أن الزبائن يحبون طريقته التقليدية في الكي. زبونات يتعودوا عليها
وما راحين يتركوني، وعم بتعود علي وانا تعودت علي، وكوي الزبونات علي وحابينا وبيحبوا هالمكوي هاي، لانه هاي هي اسست البخار وهي اسست الكوي الاصيل. زبائن عبدو بشكل اساسي من الحي القديم في ادلب الذي يوجد فيه المحل. ما زال اولادك بيبقوا عندي هلا لحد الان. نعم. وهذا زلمه ابو الكار من اكثر من 40 50 سنه، انا عمري 55 سنه، مواليد 66، بقوي عنده من اكثر من 40 سنه. بيطلع البنطلون مقولب اولبي، والزلمه ابن المصلحه ومعلم في مصلحته. يرى مني قال اين. وغالبا ما يأتي الزبائن لكي الملابس في محله ولاحتساء الشاي والدردشة مع جارهم العجوز الذي يحمل حكايات يعشق زبائن المحل سماعها. وختام النشرة دائما تذكرة بعناوين أهم الأخبار. الرئيس السيسي يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء ويوجه بصرف التعويضات المستحقة للمستفيدين. سلالة دلتا المتحورة ترفع معدلات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة. حركة طالبان تسيطر على عواصم 6 أقاليم أفغانية مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. نهاية أخبار السابعة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.